الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن منشأ من منشآت الري الكبرى. المنشأ دوت بيحل لنا مشاكل كتيرة. المشاكل الكتيرة دي كان سببها وجود منشأ سبب فرق في المناسيب على المجرى المائي الموجود عندنا، وبالتالي بيجي المنشأ الموجود معانا النهاردة وهو النافيجيشن لوكس أو الأهوسة الملاحية علشان تحل مشكلة الملاحة في المجاري المائية اللي تعرضت لوجود فرق منسوب نتيجة وجود منشأ أقيم بالفعل على الستريم ده، وبالتالي عامل ديفرنس في الليفلز ما بين الأب ستريم وبين الداون ستريم، وبالتالي كان مطلوب إن احنا نعالج المشكلة دي بمنشأ كبير ألا وهو الهويس أو النافيجيشن لوك زي ما هنشوف دلوقتي. قدامنا صورة لمجرى مائي من المجاري المائية زي ما احنا شايفين ستريم ريفر مثلا أو غيره، وبنلاحظ هنا ان احنا لما عملنا المنشأ ده هدار وليكن زي ما احنا شايفين اهو، الهدار ده عمل فرق مناسيب ما بين الاب ستريم والداون ستريم، الاب ستريم والداون ستريم عمل فرق منسوب بقى في هنا ليفل معين وهنا ليفل تاني. طيب لو كان المجرى ده ما هوش ملاحي انا ما عنديش مشكله خلاص، يعني طالما ان انا راعيت الهيدروليك كونديشنز المختلفة في تصميم الوير أو السد أو الأنطرة أو غيرها من المنشآت اللي اعترضت الستريم مفيش مشكلة. بتاعت المشكلة إن أنا لو كان عندي المجرى ده مجرى ملاحي نافيجيشن شانل مثلا، مجرى ملاحي أو قناة ملاحية، في الحالة دي إزاي المركب تقدر تعدي من المنسوب اللي في الأب ستريم وفي الداون ستريم؟ إزاي هتعدي من المنسوب اللي في الأب ستريم أو الداون ستريم؟ المنسوب اللي في الأب ستريم والداون ستريم هيعمل مشكلة في الملاح، يبقى كان لازم نحل المشكلة دي ب منشأ يحل المشكله دي ونقدر من خلاله نمرر السفن من الاب ستريم للداون ستريم والعكس. طبعا لو كان الفرق في حدود ال 20 سم وليكن ممكن اعمل شانل او مجرى بطول معين من غير ما نعمل هويس او حاجه، والاسلوب اللي هتتحرك بيه الميه من الاب ستريم للداون ستريم نتيجه ال 20 سم ومع طول معين مش هيعمل مشاكل في حركه السفن سواء كان من الاب ستريم للداون ستريم او العكس من الداون ستريم للاب ستريم. اما لو زاد المنشأ او زاد الفرق الليفل ما بين الاب ستريم والداون ستريم عن 20 سم، في الحاله دي لو احنا عملنا مجرد تشانل وتتحرك بالجريدينت ده هتتحرك باسلوب عالي جدا، وبالتالي ممكن تبقى السفن اللي هتتحرك في المجرى ده هتتعرض لسرعات عاليه، وكمان ممكن يحصل مشاكل فنيه في مرور السفن دي في التشانل الموجود عندنا دي. وبالتالي جت من هنا فكره الهويس اللي احنا شايفينه قصادنا في الجنب ده. الهويس زي ما احنا شايفين كده اهو، ده منشأ الهويس اهو، عباره عن حوض تعويم تشامبر اهو، حوض تعويم. الحوض ده فيه بوابه في الامام وبوابه في الخلف، وهنشوف انواعهم دلوقتي ايه، بوابه في الاب ستريم وبوابه في الداون ستريم. والحوض ده كل فكرته ان انا ازاي اعدل المناسيب من الاب ستريم للداون ستريم، من الاب ستريم للداون ستريم عن طريق الحوض ده اللي انا هملاه وافرغه، املاه وافرغه، يبقى هملى الحوض ده وافرغه. طيب ازاي بيتم الميكانيزم دوت؟ تعال نشوف الفيديو دوت يوضح لنا ازاي بيتم نقل مركب من الاب ستريم للداون ستريم والعكس ممكن برضه من الاب ستريم للداون ستريم. زي ما احنا شايفين قصادنا كده لو في مركب جاي من الاب ستريم منسوب الامام وعايزه تروح للداون ستريم، طبعا زي ما قلنا ان اللي عمل فرق المنسوب ما بين الاب ستريم والداون ستريم وجود المنشأ سواء كان سد سواء كان يبقى دام او وير او ريجليتور انطره ولدت فرق المنسوب ده. طب انا ازاي اتعامل مع فرق المناسيب ده بالنسبه لحركه المناخ خلال النهر الموجود عندنا؟ ببدا يبقى في عندي حوض التعويم الشامبر الموجود قدامنا ده، حوض التعويم ده يبقى حوض التعويم محصور ما بين بوابه في الامام وبوابه في الخلف، وتحت في سايد كالفرتس برابخ جانبيه كالفرتس اهي بنسميها برابخ الملء والتفريغ، يعني من خلالها بملى الحوض ده وافرغه. بنبدا في الاول بمنتهى البساطه ان انا افتح، يبقى انا الاول قافل البوابات الاماميه والخلفيه ماشي، وببدا افتح السايد كالفرز اللي في الفرونت او في الامام. لما هفتح البوابات او البرابخ الجانبيه الموجوده في الامام تمام، هتبدا الميه في الحوض ده تتملي لان الخلف ده مغلق كلوز تمام زي ما احنا شايفين اهو. طب يجي السؤال، واحد يقول طب انا ليه ما فتحتش البوابات الاماميه زي ما شفنا صورها في الصوره اللي فاتت مباشره؟
لان في الحاله دي هتتدفق كميات ميه رهيبه وتندفع معاها السفينه ويحصل كولابس للسفينه الموجوده عندنا. لكن لما يكون عندي الفرق كبير يبقى انا في الحاله دي ببدا املى الحوض ده اللي احنا شايفينه قصادنا ده جرادولي. ازاي؟ زي ما احنا شايفين هنقول ان انا هبدا افتح السايد كالفرز دي. لما افتح السايد كالفرز اللي في الامام هيبدا منسوب الميه يرتفع. هل محتاج بمب عشان يرتفع؟ لا طبعا. في عندي هنا فرق الهيد اللي قصادنا دوت ما بين الاب ستريم داون ستريم هيخلي الميه تتدفق من السايد كالفرز ده لحد ما تبدا تصل لحد اعلى منسوب في الاب ستريم زي ما احنا شايفين. لما توصل لاعلى منسوب في الاب ستريم زي ما احنا شايفين هيتوقف السريان. ساعتها ابدا اروح رايح وفاتح البوابات اللي في الاب ستريم لان خلاص بقى المنسوب ده موازي المنسوب ده. تبدا المركب تدخل هنا. ماشي. دخلت المركب هنا. ابدا اروح قافل السايد كالفر ده والبوابه الاماميه برضه اقفلها. وابدا اروح فاتح السايد كالفرز اللي في الداون ستريم. لما هفتح السايد كالفرز اللي في الداون ستريم هيبدا الحوض ده زي ما مليناه من الاب ستريم سايد كالفرز هنبدا نفرغه مره ثانيه من خلال الداون ستريم سايد كالفرز زي ما احنا شايفين كده اهي. فهيبدا الميه ترجع ثاني تنحسر من المنسوب ده وتبدا تنزل ثاني 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 لحد الليفل ده. اروح فاتح البوابات وتبدا المركب تتحرك للاب اللي داون ستريم زي ما هنشوف دلوقتي. تعالى كده نشوف مع بعض الميكانيزم ازاي. اهو هنبدا زي ما احنا شايفين نفتح البوابات الاماميه البرادخ الاماميه الجانبيه اللي في الامام اهي لحد ما يتساوى المنسوب ده. جاست ان هو تساوى ابدا افتح الفرونت جيتس البوابات الاماميه وادخل المركب اقفل البوابات واقفل السايد كالفرز. ابدا افتح السايد كالفرز اللي في داون ستريم اهي ينزل المنسوب ابدا افتح البوابات نحرك المركب وهكذا. طيب لو كان عندي الموضوع ده العكسي يعني انا عايز ان المركب من الداون ستريم للاب ستريم من الداون ستريم للاب ستريم يبقى في الحاله دي بمنتهى البساطه برضه نفس الكلام هبدا ادخل المركب هنا مع نفس المنسوب اهو ابدا ادخل المركب اقفل البوابات الخلفيه والبرابخ الجانبيه اللي في الخلف برضه ابدا افتح السايد كالفرز اللي في الامام هتبدا الميه جوه حوض التعويم تبدا ترتفع لحد ما تصل نفس المنسوب هنا في الاب ستريم. في الحاله دي ابدا ان انا افتح بقى البوابات الاماميه واخرج المركب من غير اي مشاكل. وده فكره البرابخ او فكره الاهوسه في حاله التشغيل نقل مركب من الاب ستريم للداون ستريم او العكس او الايه العكس. يبقى زي ما احنا شايفين معانا لو حبيت انقل مركب من الاب ستريم او من الداون ستريم للاب ستريم قلنا تاني قلنا ان انا هبدا افتح الكالفرت الخلفيه والبوابات الخلفيه وادخل المركب من البوزيشن 1 لبوزيشن 2. جاست ان انا قفلت البوابات الخلفيه الموجوده في الداون ستريم اروح رايح فاتح السايد كالفرز الموجوده في الامام هتبدا ترفع منسوب الميه في الحوض من الليفل ده للليفل موجود قصادنا ده. يبقى هترفعه من الليفل ده للليفل ده. طيب من الليفل دوت للليفل ده خلاص بقى اصبح المنسوبين قد بعض. الاب ستريم هو نفس منسوب الميه في الهويس الموجود وبالتالي تبدا تخرج المركب من وضع 3 لوضع 4. وطبعا لو عايزين بقى نجيب المركب من وضع 4 لوضع 1 نبدا نعكس العمليه مره. تبقى موضوع اللوكج ده او عمليه التهويس بتتم ازاي زي ما احنا شايفين اهو. تبدا المركب تدخل هنا اهي الحوض ده نبدا عن طريق السايد كالفرز الموجوده في الاب ستريم نبدا نملى الحوض ترتفع السفينه معاه اهو. المنسوب بقى هنا هو نفس المنسوب في الاب ستريم تبدا نفتح البوابات ونخرج الايه المركب اهي. تمام. استغل بقى ان انا خلاص منسوب الميه في حوض التعويم هو نفس منسوب الاب ستريم ابدا ادخل المراكب اللي عايزه تروح للداون ستريم زي ما احنا شايفين قصادنا اهو. وبعد كده اروح قافل البوابات الخلفيه وافتح الكالفرز الخلفيه سايد كالفرز الخلفيه يبقى هقفل البوابات الاماميه وافتح السايد كالفرز الخلفيه هيبدا المنسوب الميه في اللوك ينخفض لحد ما يساوي منسوب الميه في الداون ستريم. نبدا نفتح الجيتس الموجوده في الداون ستريم ونخرج المركب زي ما احنا شايفين اهو. تمام. تبدا تخرج الايه المركب. تمام. يلا تاني عايزين ننقل المركب دي من الاب ستريم للداون ستريم يبقى قافلين الحوض ده اهو. المناسيب هنا واضح انها واحده اهي ما بين ده وما بين ده. يبقى في الحاله دي ابدا
افتح مباشره الهويه البوابات دي وادخل المركب بتاعتي من الاب ستيم جوه الحوض اهي تمام. قفلنا البوابات الموجوده في الاب ستريم وبعد كده نبدا نفتح السايد كالفرز الموجوده في الداون ستريم. هتعمل ايه؟ هتخلي منسوب الميه في الحوض الموجود عندي ينخفض وبالتالي يتساوى مع منسوب في الداون ستريم وتخرج الايه؟ المركب. تمام وهكذا. شايفين المركب الضخمه اللي جايه هنا ده؟ طبعا لما يكون المجرى الملاحي عليه كثافه مروريه في الحاله دي ممكن نعمل تو ووتر ويز، ممكن نعمل هويسين جنب بعض بحيث يعالجوا موضوع الكثافه الملاحيه الموجوده في المجرى المائي الموجود عندنا ده، زي ما موجود في قناطر اسيوط الجديده وغيرها من القناطر الحديثه بيتعمل فيها اكثر من هويس عشان الكثافه المروريه او الكثافه الملاحيه بتكون عاليه في الاماكن اللي زي دي. زي ما احنا شايفين المركب اهي داخله والحوض المنسوب مياه فيه زي ما احنا شايفين منخفض عن الاب ستريم. هنبدا بقى نقفل هنا ونقفل في الداون ستريم ونملى الحوض ده لحد ما يتساوى مع الحوض مع المنسوب في الاب ستريم. اهو اهو تساوى ده مع ده، تساوى ده مع ده. نبدا نفتح بقى البوابات الموجوده في الاب ستريم دي اهي تمام وهكذا وهكذا ماشي اهو. يبقى عمليه مستمره. شايفين المركب الضخمه هي دخلت لان المنسوب واحد. هنقفل بقى البوابات الاماميه ونفتح البوابات الخلفيه وتخرج المركب اهي. طيب يا ترى العمليه دي استغرقت تقريبا حوالي 45 دقيقه، يعني في المتوسط حوالي 5. طبعا ده يعني سبيد موشن، ده حركه سريعه للحركه، لكن هي لكن هو في الحقيقه مش الوقت مش سريع للدرجه دي، ده كله حركه سريعه جدا يعني. لكن لما بيكون زي ما احنا قلنا لو تم ان الموضوع دوت هياخد وقت، هنشوف هنعالجه ازاي في السلايدز اللي جايه بعد شويه. وبالتالي لما احب ارجع بقى للمحاضره بتاعتي اهي، يبقى زي ما احنا شايفين اهو ده الهويس الموجود عندنا اهو، ده الهويس ودي البوابات الموجوده في الداون ستريم اللي منسوبها هو نفس المنسوب في الداون ستريم. يبقى في الحاله دي لو جاي مركب من الداون ستريم هبدا ادخلها لجوه الهويس، اقفل البوابات، ابدا افتح السايد كالفرز الموجوده في الاب ستريم، هيبدا يتميل الحوض. يمكن واضح هنا العلامه اللي بتوضح الحوض بالنسبه للهويس ممكن يملا لحد فين، يعني واضح هنا ان الفرق الداون ستريم من الاب ستريم اه. وبالتالي عايز اسال سؤال، ارتفاع الحيطه ديت ممكن يبقى قد ايه؟ ارتفاع الحيطه دي حيطه من حوائط الهويس ممكن يبقى قد ايه؟ طب الاول قبل ما اقول ارتفاعها قد ايه، هي حوائط الهويس ايه بالظبط؟ ايه انواعها؟ احنا عندنا في حوائط الهويس الموجوده عندنا ليها بعض الانواع. احنا هنا بنقول الجزء من الحيط الاهوسه اللي جنب الميه جنب المنشا سواء كان مير او امطاره او سد او غيره، بنسمي الحيطه دي جايد وول او جايد بير، اللي هو الجزء ده كده جايد وول او جايد بير، يبقى جايد وول او جايد بير. حوائط الهويس اللي جنب الطريق نفسه او جنب الاتربه هنا بنسمي دي لاندنج وول، حوائط مرفأ، يبقى ده ركيزه توجيه جايد وول او جايد بير، وهنا بنسميها لاندنج وول. ودي مكونات الهويس، يبقى في هنا لاندنج وول الحيطه اللي جنب الاتربه نفسها، وفي هنا في الجنب الناحيه الثانيه في عندي هنا الجايد بير او الجايد وول، ركيزه التوجيه او حوائط التوجيه. المقصود بركيزه التوجيه ايه الهدف منها؟ اولا بتوجه لي المركب بمسافه قبل ما تدخل لي المنشأ، يعني ما سيبهاش لحد ما تبقى توصل لحد هنا ويحصل تعارض، لا ده من البدايه المركب اللي عايز تعدي من الهويس تبدا تروح جايه من هنا من البدايه خالص وماشي. وفي نفس الوقت انا مطلوب امد الحيطه دي بعد انتهاء المنشأ مسافه معينه عشان اطمن ان خروج المركب في المنطقه دي يبقى دي منطقه خاليه تقريبا من الامواج اللي ممكن تسبب مشاكل بالنسبه للمراكب اللي خارجه من السفينه في الوضع ده. يبقى لو انا نهيت الحيطه دي هنا والمركب خرجت هعرضها انها تخرج في دوامات الميه اللي خارجه في الداون ستريم وبالتالي ممكن يحصل مشاكل. فلازم اتاكد ان الوول اللي عندي دي مشيت في الداون ستريم مسافه كفايه اطمئن ان خروج المركب في المنطقه دي يكون في منطقه هاديه من الامواج اللي ممكن تسبب مشاكل للمركب الموجوده عندنا. اما اللاندنج وول هي الحيطه اللي جنب الاتربه والمطلوب انها تشيل كمان ايرث بريشر او لاترال ايرث بريشر نتيجه الايه الاحمال اللي جايه من الاتربه وكمان الفيكلز او ايا كان اللايف لودز الموجوده هنا.
الجزء بقى من الجايد وول او اللاندنج وول اللي هيثبت فيه البوابه، الجزء ده او الجزء ده بيبقى محتاج سبيشال ديزاين، لان طبعا هيشيل احمال البوابه، هتبقى احمال كبيره، وبالتالي بنسمي دي الثراست وول، حوائط الضغط. يبقى الجزء من اللاندنج وول او الجايد وول، يبقى الجزء من اللاندنج وول او الجايد وول اللي هو هيتركب فيه البوابه، سواء كان البوابات الخلفيه او البوابات الاماميه، ده بيحتاج سبيشال ديزاين وسمك ثيكنس اكبر من السمك العادي لباقي الحائط. وبالتالي بنبدا في الجزئيه دي نعمل ثيكنس اكبر شويه عشان هيتعلق فيه البوابه وتتعرض لاحمال كبيره جدا، وبالتالي بنسميه ثراست وول او حوائط الايه الضغط. يبقى جايد وول ولاندنج وول، والجزء ده من كده الحائطين اللي هيتثبت فيه البوابه بنسميها ثراست وول ثراست وول ثراست وول ثراست وول. كمان عندنا دي البوابات الموجوده في الاب ستريم، ودي البوابات الموجوده في داون ستريم. طيب احنا دلوقتي البوابات الموجوده في الاب ستريم والبوابات في الداون ستريم مع السيد كالفرز مع الفرش، هي ديت مكونات اللوك. يبقى لو جالي سؤال ارسم سكتش يبين مكونات الهويس، هنلاقي موجود عندنا في السلايدز اهو زي ما احنا شايفين. دي زي ما احنا قلنا الجايد وول اهي، الحيطه دي اهي اسمها جايد وول او جايد بير. الجزء من حوائط الهويس ده بلان للهويس وجنبه انطره، يبقى انطره وجنبها هويس. الحيطه الملاصقه للاتربه والمعرضه للاترال ايرث بريجرز بنسميها اللاندنج وول اهي، اللي هي الحيطه دي اسمها اللاندنج وول، لاندنج وول ومكتوب عندنا اهي اللاندنج وول، حائط المرفأ لاندنج وول. الجزء من كلا الحائطين اللي متركب فيه البوابه بنسميها ثراست وول، ثراست وول حوائط الضغط ثراست وول. بالاضافه للبوابات الموجوده في الاب ستريم وفي الداون ستريم اهي، كمان في عندي السايد كالفرز اللي احنا بنملى بيها الحوض ونفرغه، بالاضافه طبعا للفرش نفسه، بالاضافه للكوبري اللي هو طبعا يعبر فوق الهويس، هو اصلا كان معمول فوق الانطره، وشيء طبيعي بما ان الهويس بقى جزء من اجزاء الانطره دلوقتي، فبالتالي هيمر الكوبري الموجود فوق الانطره على الهويس، ودي مشكله ثانيه هنتكلم عنها بعد شويه. ازاي نعمل كنترول على الكوبري دوت بحيث نقلل فتحه اكبر قدر ممكن، لان طبعا كل ما فتحناه اكثر كل ما عطل الحركه المرويه الموجوده في الطرق المحيطه بالانطره الموجوده عندنا. وبالتالي ده شكل من اشكال الايه؟ الاهوسه اللي بتورينا المكونات الرئيسيه المين اليمنتس اوف لوك زي ما احنا شايفين قصادنا اهو. طيب هرجع بقى لسؤال، تفتكروا الحائط ده اللي احنا هنا سميناه جايد وول او هنا اللاندنج وول هيكون ارتفاعه قد ايه؟ طبعا واضح جدا انه لان ارتفاع الحيطه ده هيتوقع فيه كمان ارتفاع البوابه دي، وبالتالي قدره الاوبريتورز بالنسبه للوك ده ان هم يشغلوها، وقدره الاوناش اللي هتزق البوابه الموجوده هنا، دي الاوناش او الاذرع الهيدروليك ارمز الموجوده عندنا دي اللي هتبدا تزق البوابات او تفتحها. البوابه دي اللي هتبقى تقريبا بنفس ارتفاع الحائط، هيبقى ارتفاعها كام تقريبا؟ تعالى كده نحسب. لو احنا قلنا ان الفرق دوت الموجود هنا ده فرق الاب ستريم من الداون ستريم تقريبا، يبقى ده منسوب في الداون ستريم، ومعنى ان المايه كانت بتوصل هنا ده معناه ان ده منسوب في الاب ستريم. لو قلنا ان المنسوب ده 5 متر، وكمان لازم نسيب غاطس للمركب على حسب نوع المركب، فعندنا في مركب وليكن 3 متر، يبقى احنا هنسيب لها 3 متر كمان ارتفاع الحيطه. يبقى احنا قلنا ده 5 و3 8 ونسيب متر من تحت ومتر من فوق كمان على الاقل، يبقى 10 متر. يبقى معنى الكلام ده ان البوابه دي ارتفاعها في حدود ال 10 متر. لو انا قلت ان في عندي عماره الدور 3 متر تقريبا، يبقى معنى كده البوابه دي بارتفاع 3 ادوار، البوابه دي بارتفاع 3 ادوار، وطبعا ده ارتفاع ضخم. كمان لما نضيف ليها الووتر بريشر اللي جه على البوابه، يبقى معنى كده ان الهيدروليك ارمز الموجوده هنا دي هيبقى عليها بريشرز عاليه جدا وضغوط عاليه جدا، محتاجين لقوه هيدروليكيه كبيره جدا عشان تفتح البوابه دي. طيب لو كان الهويس ده الرافع، احنا بنسمي المسافه بين الاب ستريم والداون ستريم بنسميها ليفت اوف لوك او رافع الهويس، رافع الهويس.
لو زاد الرافع الهويزة عن 12 متر مش هنقدر نعمل عملية اللوكج أو عملية نقل المركب من منسوب لمنسوب في ستيج واحدة، هنضطر نعمل الموضوع ده على ستيبس أو على مراحل. إزاي؟ أو زي ما احنا شايفين أنا عايز أنقل المركب من المنسوب اللي في الأب ستريم للداون ستريم، ببدأ أعمله على مصاطب زي ما احنا شايفين كده. يعني هنقل أول المركب من المنسوب ده للمنسوب ده، ومن المنسوب ده للمنسوب ده، ومن المنسوب ده للمنسوب ده، ومن المنسوب ده للمنسوب ده. امتى الكلام ده؟ الكلام ده هيحصل لو زاد الديبت عن 12 متر. يبقى الليفل اللي موجود في الاب ستريم من الداون ستريم لما يزيد عن 12 متر، معنى الكلام ده ان انا تعالى كده نحسب او ايه المشاكل. رقم واحد، الليفل ده هي ممكن يحتاج ان انا اعمل مكعبات حفر ودن كبيره جدا عشان اعمل اوصل للمناسيب التاسيسيه وغيرها من المشاكل دي. في نواحي تانية، احنا فاكرين لما حسبنا ارتفاع البوابة في حالة هويس بيشتغل في مرحلة واحدة بيكون ارتفاع البوابة قد ايه او حائط قد ايه تقريبا؟ قلنا عبارة عن الليفت بالنسبة للهويس اللي هو فرق المنسوب من الاب ستريم للداون ستريم. لو قلنا مثلا في الكيس اللي عندنا 12 متر على سبيل المثال، حاجة اكتر من 12 متر يقول 12 متر مثلا، بلس الدرافت، بلس الدرافت ده حوالي مثلا نقول 4 متر، يبقى احنا عندنا 12 و4 19، 12 و4 16، وحط متر تحت علشان المركب مش تشحط لو وصلت لادنى مناسيب، وفري بورد فوق متر كمان، يبقى 2 متر و16 تقريبا يعني 18 متر. متخيل 18 متر لو انا قلت عندي في ارتفاع دور 3 متر، يبقى 3 في 6 ب 18، بمعنى كده ان انا في بوابه ارتفاعها يعادل ارتفاع 6 ادوار. يبقى قدره الونش ان هو يشغلها و الاوبريشن بالنسبه للوك ده هيبقى فيها مشاكل كبيره نظرا للارتفاعات الكبيره بتاعه الايه الهويس او بتاعه فرق المنسيب من اب ستريم لداون ستريم. ففي الحاله دي ال 12 متر دول هنقسمهم على مرحله 2 3 4. يبقى انا لو في عندي فرق مناسيب 12 متر يبقى هنا 3 و3 و3 و3، بحيث في النهايه نقلت المركب من الاب ستريم للداون ستريم عبر ستيجز، عشان كده بنسميه ستيب لوك او هويس مصطبي او هويس معمول على ستيجز او على مراحل. تعالوا نشوف الموضوع دوت بيتم ازاي. ده هويس قناه بنما. الهويس ده الاب ستريم وده الداون ستريم، زي ما احنا شايفين ده هنا الاب ستريم اهو، ده الاب ستريم اهو، وده الداون ستريم المناسيب عاليه، وبالتالي عملناه على ستيجز او على مراحل زي ما احنا شايفين. تعالوا نشوف مع بعض ازاي بنقل مركب من الداون ستريم للاب ستريم على سبيل المثال في الهويس المصطبي الموجود قصادنا ده. ادي المركب جايه اهي. هنبدا في الحاله دي نبدا نفتح السايد كالفرز اللي هي موجوده هنا دي اهي. لما هفتح السايد كالفرز دي هيبدا، وطبعا السايد كالفرز الخلفيه مغلقه تماما اهي، يبقى هيبدا المنسوب يخفض من هنا لنفس الليفل ده، يبقى ساعتها المناسيب تساوى. نبدا ندخل المركب اهو زي ما احنا شايفين، بدانا نفتح ده. بدا المنسوب هنا يخفض لما فتحنا السايد كالفرز ده، ولما فتحنا السايد كالفرز المناسيب تساوت مع مناسيب ما في داون ستريم. نبدا نفتح الهويس وندخل المركب لليونت دي، نقفل هنا ونبدا قفلنا سايد كالفرز هنا وفتحنا لما كانت موجوده في الاب ستريم. فلما نفتح السايد كالفرز الموجوده في الاب ستريم هيبدا الليفلز من الحوض ده تتساوى مع الليفلز في الحوض ده اهو زي ما احنا شايفين اهو. نبدا نفتح البوابات، خد بالك احنا ده كله لسه قافلين بقى ده. نبدا نفتح البوابات وندخل المركب بقى. هنعمل ايه؟ نبدا نفتح دي اهي، شوف معايا بعد شويه اهو، نبدا نفتح السايد كالفرز اهي، تبدا المناسيب ما بين الحوضين دول تتساوى اهي، ونبدا ايوه نبدا نفتح المركب ديت، نفتح البوابات تدخل المركب تمام، ومنها ايوه ومنها للاب ستريم زي ما احنا شايفين. وطبعا لو عايزين ننقل المركب من الداون ستريم
هنبدأ نعمل نفس الموضوع لكن بشكل ايه؟ عكسي. يبقى ده الستيب لوب او الهويس المصطبي، وده بنلجأ ليه لما الفرق الليفلز ما بين الاب ستريم والداون ستريم تزيد عن 12 متر، وبالتالي هتقابلنا مشاكل تشغيليه في فتح البوابات وتركيبها وعمل صيانه ليها والى اخره. فبنبدا نعمل الموضوع دوت على ستيب او على مراحل زي ما احنا شايفين قصادنا في الفيديو الموجود قصادنا ده. يبقى لو زاد الليفلز ما بين او الديفرنس ما بين الاب ستريم والداون ستريم عن 12 متر بنبدا نعمل الهويس المصطبي او ستيب لوب، لكن لو كان اقل من 12 متر يبقى الهويس ال1 يونت عادي خالص ما فيش فيه مشكله. طيب لو زاد كمان عن ارتفاعات اكتر من 12 متر، وصل لفرق مناسيب 30 و40 متر او اكتر او اقل من كده، واحنا قلنا ان كل ستيب من دي هتاخد لها 45 دقيقه، يعني قول مع قول عشان نسهل الحسابات ساعه، يبقى ساعه وساعه وساعه وساعه، يعني حوالي 4-5 ساعات عشان ننقل المركب من الاب ستريم داون ستريم والعكس. فده بيكون ويست في التايم، وممكن كمان يؤدي ليه ان يبقى ثمن الرحله يكون اعلى. في الحاله دي بنفكر في عمل بقى حاجه اسمه الموفابل لوك او الهويس المتحرك. يعني ايه هويس متحرك؟ ان اليونت على بعضها تتنقل في شكل زي الاسانسير كده، زي الاليفيتور كده اهو. تبدا الصوره اللي قصادنا ده فيرتيكال اليفيتور لوكس، ان عشان انقل المركب من الاب ستريم للداون ستريم او العكس اعمل حوض زي ما احنا شايفين، وهنشوف له فيديو دلوقتي. الحوض ده ياخد المركب من الاب ستريم للداون ستريم، من الاب ستريم للداون ستريم والعكس من الداون ستريم للاب ستريم. طبعا الكيبلز اللي هترفع الحوض ده والاوزان اللي تعمل بالانس بالنسبه للحوض ده طبعا كلها تتحسب بحسابات دقيقه جدا، ودي بتبقى منشآت ضخمه، منشآت مش سهله، ان عشان احسب بقى وزن المركب والميه والحوض وما الى ذلك، قدره الونش وحساب الاوزان اللي تبقى موجوده في الجنب هنا وفي الجنب هنا تتعادل ازاي؟ هنشوف لها فيديو حالا دلوقتي يوضح الكلام ده ازاي، لكن الاول بس نستعرض الاشكال الموجوده عندنا. يعني بجانب الشكل اللي هو الاليفيتور فيرتيكال اليفيتور تانك، ممكن يبقى برضو مثال تاني زي ده. على سبيل المثال ممكن الميه تتنقل في حوض من مستوى لمستوى عبر مستوى مايل انكلايند فلور زي ما احنا شايفين اهو. ابدا ادخل الميه للمركب للحوض، وبعد كده انقل الحوض كله من الاب ستريم للداون ستريم بالصوره ديت والعكس، طبعا باوناش كهربيه ضخمه جدا وامور بتحتاج حسابات ميكانيكيه كبيره. او ممكن يبقى ياخد الشكل الدوراني اللي قصادنا ده، ان انا انقل المركب من الليفل ده للليفل ده عبر موفابل لوك زي ما احنا هنشوف دلوقتي، بحركه دورانيه زي ما هنشوف لها دلوقتي ازاي بتتم حالا دلوقتي. زي ما احنا شايفين ده احد الاهوسه الموجوده في المانيا، ولقينا ان فرق المنسوب من الداون ستريم للاب ستريم اللي هو موجود هناك ده، هناك في مجرى ماء هناك اهو، ده المجرى اللي عايز انقل المركب من هنا للمجرى اللي في الاب ستريم. تعالوا نشوف مع بعض بيتم المرحله دي ازاي. اهي تبدا المركب تدخل هنا اهي، وتبدا تتحرك ب اوناش عاليه اهي، ايوه تمام، لحد المنسوب الاعلى وتبدا تتحرك وهكذا. دي مركب جايه من الداون ستريم تدخل الحوض الموجود اللي هو حوض متحرك بقى موفابل لوك اهو، وتبدا تتحرك من الداون ستريم زي ما احنا شايفين. يبقى زي ما احنا شايفين اهو هتبدا المركب تدخل ب الحوض، ويبدا قدرات ميكانيكيه عاليه تبدا تنقل المركب دي من الداون ستريم للاب ستريم زي ما احنا شايفين اهو، وبعمليه عكسيه اهو من الداون ستريم او عفوا من الاب ستريم للداون عبر حركه شكلها اهي زي ما احنا شايفين حوالين شافت او محور دوران زي ما احنا شايفين اهو تمام، ويبدا المركب تتحرك للايه؟ الاب ستريم تمام. من اشهر الموفابل لوكس الموجوده والاحداثها الهويس الموجود قصادنا في احد اكبر سدود الصين، ده هنا السد، واضح فرق المنسوب ما بين الاب ستريم والداون ستريم. فعشان نعالج المشكله دي من ناحيه الملاحه تم عمل هويس في الجنب زي ما احنا شايفين اهو. المراكب بتبدا تدخل هنا تطلع في مصعد لحد ما توصل لمناسيب الاب ستريم وتخرج من السد زي ما احنا شايفين في الصوره اللي قصادنا ده. وبالتالي طبعا ده منشأ ضخم واعمال انشائيه في قمه الـ يعني
الحسابات المعقدة إنشائيا وهيدروليكيا وغيره، وطبعا ده بيدل على مقدار التطور اللي توصل للبلاد دي في إنشاء المنشآت اللي بالحجم وبالضخامة اللي وصلنا دي. تعالوا نشوف السد دوت بيشتغل ازاي، والهويس بتاعه بيبدأ ينقل المركب من وحدات ملاحية، بيبدأ الوحدات المحلية من أبر ستريم داون ستريم والعكس ازاي، وزي ما احنا قلنا ده كله بيندرج تحت ما يسمى بالموفابل لوكس. الموفابل لوكس اهي، دي صورة للهويس، وزي ما احنا شايفين المركب تبدأ تدخل، واضح ده من اهي للمراسيم المنخفضة. وعايز اقف عند الصورة دي، طبعا الكيبلز الموجودة في الجناب دي اهي، الموجودة هنا والموجودة هنا، طبعا بتتحسب بدقة كبيرة جدا، ولان الاوزان اللي موجودة كمان ورا الحائط ده تبدأ تعمل معادلة. تخيل ان لازم يكون مجموعها قد مجموع اوزان المية الموجودة هنا، ووزن السفينة، ووزن الحوض نفسه، التعويم نفسه، ووزن الناس اللي فيه، وما الى ذلك. لازم الكلام ده بيتحسب بيه حسابات هيدروليكية وحسابات انشائية في غاية التعقيد. اهي واضح الكيبلز في الجنب قد ايه ضخامتها. تبدأ المركب تبدأ جوه الحوض، تتحرك الحوض بالمركب بكل حاجة اهو بالكامل للابستريم اهو. يبدأ المركب طالعة للابستريم، طبعا دي يعني من المنشآت الضخمة العملاقة اهي، لحد ما توصل للمنسوب وتبدأ تطلع المية للابستريم اهي. وده من اكبر اهو، دي صورة برضو بتورينا ازاي بتبدأ المركب تنزل اهي من الاب ستريم الداون ستريم، ايوه لنفس المنسوب اهو، وتبدا تخرج وهكذا اهو. شايفين الحركه بتبدا ببطء، طبعا الصوره دي كانت صور سريعه اهي. الناس طبعا مبسوطه، لان ده مش منشا وبس، ده دليل ان الصين بقى عندها مهندسين عندهم من الكفاءه ان هم يعملوا المنشات العملاقه، فده كمان دليل على امور تانية كتيره غير مجرد المنشا الموجود اللي احنا بنتعامل معاه. بعد ما شفنا الانواع المختلفه للاهويس، سواء كانت الفيكسد، سواء كان وان ستيج او ستيب لوك، او الموفابل لوك، سواء كان في صور متعدده زي ما شفناها، تعالوا بقى نبدا نتكلم عن بعض الامور التشغيليه المتعلقه بانشاء وتشغيل الاهوسه. لو عايزين نتكلم عن التايبس اوف نافيجيشن لوكس، بنقول في عندنا سيمتريكال لوكس والانسيمتريكال لوكس. ازاي؟ لو كان المجرى المائي الموجود عندي زي ما في الصورة الموجودة هنا، المجرى ده يسع وجود او عمل الريجليتور بلس الفينس بتاعت اللوك الموجود عندنا، ان اللوك ده هيكون عرضه في حدود من 12 ل 16 متر على حسب سعة المراكب اللي هتمر، بالاضافة للوحدات، بالاضافة للفينس اوف ريجليتورز الموجودة عندنا، بالاضافة طبعا للثيكنس اوف بيرز والجايد وولز وغيرها من المنشآت اللازمة. لو كان العرض يسع، العرض دوت عرض المجرى يسع المنشأ الأنطرة وجنبه الهويس، فخلاص بيتعمل الهويس والأنطرة أو المنشأ اللي جنبه في نفس الاستريم، وفي الحالة دي بيبقى الهويس ده هويس غير متماثل. ليه غير متماثل؟ إن بالنسبة للمحور الطولي حوالين المحور الطولي الموجود بيبقى هنا في جايد وول أو جايد بير، والناحية التانية لاندنج وول أو لاندنج بير أو حائط مرفأ، فبالتالي بيبقى هنا الهويس غير متماثل. اما لو كان عرض المجرى المائي زي ما في الصوره اللي قصادنا اهو، عرض المجرى ده كان لا يتسع الا لعمل الفينس بالنسبه للريجليتورز فقط او منشا التحكم فقط، يبقى في الحاله دي كنا لازم ناخد مجرى فرعي اعمل عليه الايه الهويس الموجود عندنا، وبالتالي الهويس ده هيبقى كلا الحائطين، كلا الحائطين بتوعه بيكون من الحوائط اللي هي اللاندنج وول، فبالتالي حوالين المحور الطولي، لو خدنا اكس طولي بالمنظر دوت كده اهو، حوالين المحور الطولي ده ماشي، بيبقى فيه هنا لاندنج وول وهنا لاندنج وول، وبالتالي هيبقى الهويس ده هويس متماثل، لان كلا الحائطين لاندنج وول، كلا الحائطين بيكون لاندنج ايه؟ لاندنج وول. وزي ما قلنا انه لو كان المجرى يتسع، ففي الحاله دي هنعمل هويس متماثل زي ما شفناه في الصوره اللي فاتت، تمام؟ زي الصوره اللي وصلنا دي اللي هي الانسيمتريكال لوكس اهي، ماشي؟ اللي فيه ان قلنا المجرى المائي يتسع ليه عمل فتحات الانطره بلس الفنت بالنسبه لللوك اللي هتزيد طبعا عن فتحات الانطره المعتاده زي ما احنا شايفين قصادنا اهو.
بيجي بقى السؤال دلوقتي، في حالة الهوسة وليكن الهوسة الانسيمتريكال لوكس الموجودة عندنا، ايه افضل وضع لمحور الكوبري بالنسبة للكوبري اللي فوق الانترة؟ يا ترى احنا طبعا زي ما قلنا لما عملنا انترة كان لازم نعمل كوبري فوقها عشان ننقل المرور من الضفة الشرقية للغربية او العكس. طيب دلوقتي العربية اللي جاي هنا تبدأ تتحرك في الاتجاه ده، ماشي، تبدأ تتحرك في الاتجاه ده، جميل، وبالتالي المفترض ان الكوبري في الجزء اللي فوق اللي هيمر فوق الهويس اللي هو ده، الجزء ده اهو، الجزء ده، الجزء من الكوبري اللي هيمر فوق الهويس طبعا هيعترضوا المراكب اللي عايزه تمشي هنا كده، وبالتالي كل ما في مركب عايزه تتحرك من الداون ستريم للاب ستريم او العكس هنضطر نفتح الكوبري الموجود هنا، او يبقى اما هعمل له موفابل بريدج كوبري متحرك او وينج بريدج كوبري دوراني كده او بيدور على صينيه، واما اعمل ارتفاعات تكون اعلى من اعلى وحده ملحيه ممكن تمر من الهويس الموجود عندنا ده. السؤال بقى يا ترى نخلي محور الكوبري ده ورا الهويس زي الوضع ايه، ولا ننقل المحور ده كله الانطاره بالكوبري نخليه هو اللي قدام الهويس زي ما احنا شايفين اهو اللي هو الوضع بيه، ولا نخلي الكوبري بالانطاره في منتصف الهويس زي الوضع سي اللي احنا شايفينه قصادنا كده اهو. الكلام هنا على النواحي المروريه، عايز احط فين الهويس بحيث افضل وضع ما اضطرش فيه افتح الكوبري على اعتبار ان هو وينج بريدج مثلا، يعني كوبري على صينيه او موفابل بريدج هضطر افتحه كتير، ما كل ما تتفتح كتير العربيات اللي جايه بتمر هتقف وبالتالي ده يعمل لي ازدحام مروري، فيا ترى اخلي الهويس او عفوا اخلي كوبري الانطره في ظهر الهويس يعني وراه، ولا اخليه قدامه، ولا اخليه في نص الهويس؟ تعالوا نحلل الموضوع. دلوقتي لما الوضع رقم ايه ده، الوضع ده ايه ايجابيات وايه سلبيات؟ رقم واحد انا عارف ان ده داون ستريم ووتر ليفل وده الاب ستريم، معنى كده ان كانت المناسيب هنا هنا اعلى من المناسيب هنا، يبقى المركب اللي عدت الهويس ومشيت هنا ماشيه في مناسيب منخفضه، وبالتالي هيبقى لو كانت المركب دي مش عاليه يبقى عدد المرات اللي ممكن اضطر افتح فيها الكوبري مش عالي. لكن لو هنا انت خليت المركب موجوده هنا في الاب ستريم ووتر ليفل اللي هو مناسيبه عاليه، وبالتالي لما عملت كوبري الامطره قدام الهويس بالمنظر ده كده، يبقى اي وحده ملاحيه صغرت ام كبرت تقريبا هنضطر نفتح الكوبري ده، يبقى هنا عملنا مشكله بالنسبه للمرور. طب ايه المش طيب هل كل بقى وضع منهم ليه ديس ادفانتجز؟ اه، هنا على سبيل المثال هلاقي ان المركب اللي هتخرج من هنا هتخرج في منطقه فيها حركه الميه مزالت كبيره، فهضطر انشائيا اطول بقى الدراع دوت او الجايد وول دي لمسافه كبيره هنا عشان اضمن ان بعد المسافه دي اهي ابدا اعمل اكستنشن للوول دي اهي، بحيث اضمن ان خروج المركب في الزون وليكن هنا دي بعيد خالص عن حركه الانرجي العاليه بالنسبه للميه في الداون ستريم، يبقى اضطريت اعمل تكلفه انشائيه. اي نعم هنا ما فتحتش الكوبري كتير لان هنا المراكب بتتحرك في مناسيب منخفضه، لكن هضطر امد الجايد وول مسافه اكبر عشان اطمن ان الميه تخرج من السفينه او السفينه تخرج من الهويس الموجود هنا في منطقه ما تبقاش الميه فيها تسبب مشاكل هنا. هنا طبعا الوضع ايجابي ان اي نعم هنا هضطر افتح الكوبري الانطره اكتر من الوضع ده، لكن الايجابيه ان هنا الجايد وول او الجايد بير ماشي مسافه كبيره، فبالتالي خروج الميه من الهويس هنا في منطقه بعيده خالص عن الانرجي الموجوده في الداون ستريم بالنسبه للانطره الموجوده عندنا، ماشي. لكن بدانا نفكر في حاجه تجمع الحسنيين، اقلل عدد مرات فتح الكوبري وفي نفس الوقت اقلل من طول الجايد وول المطلوبه علشان اطمن ان المركب تخرج في المنطقه خاليه تقريبا من الدوامات اللي ممكن تسبب مشاكل لحركه السفينه من لحظه خروجها من الهويس. فلقينا انه افضل وضع ان محور الكوبري اللي فوق الامطره
يوضع في الثلث. ده الكلام بيقول الكود المصري لاعمال الري، ان الكود بيقول كود الموارد الكود المصري الموارد المائيه واعمال الري بيقول ان افضل وضع المحور الكوبري ان هو يتحط في التلت او التلت الاخير من الهويز، التلت الاخير من الهويز. بمعنى انا جمعت الحسنين رقم واحد لما كان في التلت الاخير، يبقى برضو لو كانت المركب قصيره او وحده واحده اللي داخله ممكن ما اضطرش برضو افتح المركب، افتح الكوبري، وفي نفس الوقت تبقى عندي طول كفايه للجايد بير يكفي ان اطمن ان المركب اللي خارجه منه تكون خارجه في منطقه بعيده برضو عن منطقه الايه الدوامات الموجوده عندنا دي. يبقى انا في الحاله دي مش هضطر افتح المركب افتح الكوبري اللي فوق الامطره الا لو مع وحدات ملاحيه كبيره او اكتر من وحده، لكن طالما انها وحده وواحده صغيره ممكن كده ما اضطرش برضو افتح. يبقى انا خدت الميزه بتاعت الوضع اللي هو كان موجود فيه ده الوضع ايه، وخدت الميزه بتاعت الوضع بي ان انا ما زال عندي فيه مسافه برضو كفايه من الجايد بير اقدر اطمن ان المركب وهي خارجه لن تتعامل مع دوامات تسبب ليها اي ديستربنس في الحركه بتاعتها. تعالوا نتكلم بقى عن الفيلينج اند امتينج الوك، طرق ملء وتفريغ الهويس. طرق ملء وتفريغ الهويس، يا ترى الهويس الموجود عندي ده ببدا ازاي انقل المناسيب جواه من الليفل دوت من الداون ستريم ووتر ليفل للاب ستريم ووتر ليفل، يا ترى الحجم ده بيملا فيه زمن او بطرق قد ايه؟ اول طريقه اللي هي الطريقه الامريكيه امريكان براكتس، ودي بتعتمد على ان يبقى خروج الميه او عفوا دخول الميه جوه الحوض ده، ده حوض التعويم اهو الشامبر موجود عندنا، ودي البوابات الموجوده في الاب ستريم اهي، ودي البوابات الموجوده في الداون ستريم. بنبدا نعمل ايه؟ في كلا الحائطين اللي هو هنا وليكن ممكن يبقى ده لاندنج وول وده جايد وول مثلا، ابدا اخد الميه من الاب ستريم من نقطه، طبعا اللي هقوله هنا متكرر الناحيه الثانيه، من نقطه بس ما دخلهاش للحوض في نقطه واحده. ليه؟ لان دلوقتي احنا بنقول الفرق اللي هو الرفع الليفت اللي هو فرق المنسوب من الاب ستريم داون ستريم اكبر من 10 متر، معنى كده ان الهيد اللي هتدخل بيه الميه للحوض هتكون هيد كبيره، وبالتالي التصرفات هتبقى تصرفات عاليه جدا. فاحنا لو دخلنا الميه من نقطه واحده للهويز ده ممكن نخشى ان يحصل ديستربنس للمركب الموجوده في جوه الحوض ده في لحظه الملء والتفريغ. فبدل ما تدخل هي دخلت الميه من نقطه من الاب ستريم، بدل ما تدخل بقى جوه الحوض من نقطه، لا هنبدا نوزع دخول الميه على اكتر من بوينت اهي، بحيث يحصل ديستريبيوشن لدخول الميه للحوض الموجود عندنا ده. وفي نفس الوقت برضو لما عاوز افرغ الحوض ده هستغل كل السايد كالفرز ان انا اسحب الميه وتخرج في الداون ستريم عبر التانل تاني اهو. ده في الحيطه دي او الوول دي، وده في الحيطه الثانيه بيحصل نفس الايه؟ دوبليكيشن بنفس الصوره زي ما احنا شايفين. يبقى هنستخدم الطريقه دي لما يكون عندي رافع الهويس الموجود عندي اكتر من 10 متر، وقلنا الليفت اللي هو فرق الليفل ما بين الاب ستريم والداون ستريم. ودي صوره توضح لنا الطريقه الامريكيه زي ما احنا شايفين اهو. دي سايد كالفرز، طبعا حركه المراكب الموجوده من الاب ستريم للداون ستريم والعكس ما بيبقاش الناس شايفه كل الكلام ده، لان في التشغيل ده كل لحد عمق معين زي هنا مثلا كده هتلاقي في مينيمم ديبث اللي احنا اتكلمنا عنه اهو، مينيمم ديبث احنا ممكن بس ايه نشغل الخط ده اهو، يبقى في عندي مينيمم ديبث اهو، ده كله كفرد بالميه اللي بيبدا ده المينيمم اللي هو منسوب ميه في الخلف، وبيبدا الميه تتحرك تملى الحوض من عبر الفينس دي. فالناس الموجوده في المراكب الموجوده فوق ما تبقاش شايفه كل الكلام ده، لان الصوره دي متاخده اثناء عمليه صيانه للمركب الموجوده او للهويس الموجود عندنا ده. تمام، يبقى دي الطريقه زي ما احنا شايفينها قدام، دي الطريقه الامريكيه لملء وتفريغ الهويس. في طريقه ثانيه اللي هي الطريقه الاوروبيه اللي بتشتغل على ليفتس اصغر شويه من 5 ل 10 متر، معنى الكلام ده ان الهيد قل، معنى كده ان دخول الميه للحوض ممكن يبقى من خلال نقطه واحده، بس برضو علشان يبقى دخولها الميه برضو من نقطه واحده للحوض يحصل له نوع من انواع التهدئه او ديسيبيشن للانرجي اللي داخله بيها الميه للحوض، بنبدا نعمل شكل السايد كالفرز اللي بينقل الميه من الاب ستريم للحوض او من الحوض للداون ستريم
عبر شكل الفنشوري لوب زي ما احنا شايفين اهو، قطاع يمشي بعمق او دايمتر كبير، وبعد كده يحصل له يوصل لثروت سيكشن، وبعد كده قطاع اكبر ثاني، فيحصل هنا نوع من انواع الديسيبيشن انرجي اللي داخله بيها الميه للحوض الموجود عندنا. تمام، يبقى ده اول حاجه او ده تاني حاجه من طرق الملء والتفريغ. طيب يبقى الطريقه الامريكيه ليفتس اكبر من 10 متر، الطريقه الاوروبيه من 5 ل 10 متر، احيانا بقى لو كان الاعماق اقل من 5، معنى كده ان الضغوط مش عاليه. فهنرجع بقى للصوره، ان انا لو دي البوابات انا ممكن ما اعملش خالص بقى كالفرز، تمام، بل اكتفي ان البوابات تبقى حركتها حركه جرادوال، يعني اخلي البوابات ليها حواف مسننه زي كده. انت عايزك وانت بتتفرج على المحاضره دي كانك عشق ايديك في بعضها كده، يعني خلي الصوابع فيها تداخل كده اهو، تمام. ولما تبدا تفتح صوابعك، لما دي تفتح ايديك كده تبدا تنور المسافه بين صوابعك بعضها وبعض، المسافات دي هيبقى دخول الميه للحوض. فيبدا كل ما هفتح ايديا اكتر كل ما تبدا الفتحات دي تزيد نسبيا وتدريجيا، وبالتالي يبقى دخول الميه للحوض بعمليه فيها نوع من انواع جرادويشن او التدرج في دخول الميه من الاب ستريم للداون ستريم او من الحوض للداون ستريم. وزي ما احنا شايفين ادي الحواف المسننه الموجوده قصادنا اهي اهي، يبقى دي الحواف المسننه اللي احنا ممكن، ايوه اهي، بحيث ان انا لما يكون في عندي، ادي الحواف المسننه اهي، بحيث لما يكون في عندي ابدا افتح واقفل تبدا يحصل تدرج في شكل الفتحه، وبالتالي يحصل دخول الميه للحوض بشكل تدريجي من غير ما احتاج اعمل سايد كالفرز وما يتبع ذلك من مشاكل انشائيه ومحاوله تعويض المساحات اللي انت خصمتها من الوول زي في حاله الامريكان براكس او الرومان براكس. والمشاكل الانشائيه نتيجه وجود الكالفرز في الوولز دي بتتلافاها تماما، لكن طبعا دي لا تصلح الا في حاله الاعماق لما تكون او الفرق الاب ستريم من الداون ستريم يكون في حدود الخمسه ايه؟ 5 متر. طيب طبعا لو عايزين نتكلم بعد كده على ابعاد الهويز ده، ابعاد الهويز يبقى كام في كام؟ ابعاد الهويز يبقى كام في كام؟ يا ترى من بدايه البوابه الاماميه للبوابه الخلفيه ال دي تبقى كام؟ ال دي تبقى كام؟ والعرض اللي هو بي يبقى كام؟ طبعا واضح جدا، وكمان ارتفاع ده بلان وده اليفيجن او سكشن اليفيجن. طب ويا ترى ارتفاع الهويز دوت كام؟ ارتفاع الهويز دوت كام؟ تمام؟ زي ما احنا قلنا ان الارتفاع ده والعرض بي والطول ال ليه علاقه رئيسه جدا بالوحدات الملاحيه اللي هتمر منه. فكل ما كان المركب ده او الهويس الموجود عندنا على مجرى رئيسي زي نهر النيل مثلا، كل ما كان هيبقى ابعاده اكبر، لان ابعاد الوحدات الملاحيه اللي هتمشي فيها تكون ايه؟ اكبر، وهكذا. فعلى سبيل المثال الجدول اللي قصادنا دوت اهو بيقول لنا انه لما يكون في عندي الاهوسه مصنفه عملها كلاسيفيكيشن بالمنظر قصادنا اهو، لما يكون في هويز درجه اولى يعني موجود على الانهار الكبيره مباشره او حتى المجال المائيه زي قناه بنما او غيره، بيبقى طول الهويس اللي هو مسافة ما بين الـ بداية البوابة الأمامية والبوابة الخلفية في حدود الـ 125 متر، والعرض 16 متر، وأقل عمق مسموح إن تبقى المية موجودة فيه جوه الهويس من 3 ل 4 متر، يعني طبعًا ده له علاقة بالدرافت أو غاطس المراكب اللي هتمر. الأهوسة اللي درجة تانية بعدها بيكون طولها 80 متر، العرض برضه 16 متر، العمق الموجود عمق المية جوه الهويس لا يقل عن 4 متر ايه وربع، وهكذا بالنسبه لباقي درجات الاهوسه. طبعا الجداول دي متاخده من انواع البواخر او الصنادل او المراكب اللي هتمشي فيها، ومديك هنا جدول يبين لك طبعا قيم الـ البواخر الموجوده عندنا دي. يبقى زي ما احنا شايفين ان درجات النافيجيشن لوكس الاهوسه لها علاقه بابعاد الوحدات الملاحيه اللي هتمر خلال الاهوسه الموجوده عندنا دي. طيب احنا قلنا ان الاليمنتس بالنسبه لاي نافيجيشن لوك او اي هويس عباره عن زي ما قلنا
جايد وول، لاندنج وول، الجيس والفلور والسايد كفر، سواء كان في الاب ستريم او في الداون ستريم. طب تعالوا نتكلم عن ايه هي انواع البوابات اللي احنا ممكن نستخدمها في عمل المنشآت الضخمه زي الاهوسه الموجوده عندنا. بنلاقي ان اول نوع من انواع الاهوسه او البوابات اللي ممكن نستخدمها هي الرولينج جيتس او البوابات المنزلقه. يعني البوابه بتاعه الهويس اهي، اهي ادي بوابه الهويس اهي، وابدا اعمل لها جروف شبيه طبعا بجروفز بوابات القناطر، لكن طبعا مع فارق ان العمق هنا ضخمه. احنا كنا بنقول متوسط الدخول او عمق الجروف بيبقى في حدود 20 سم بالنسبه للقنطره، لكن هنا بوابات القنطره، لكن هنا الجروف اللي هيبقى موجود اللي هو العمق ده كله لازم يحتوي البوابه بالكامل، لازم يكون عرضه او دخوله في الحوائط الموجوده بنفس مقدار طول البوابه الموجوده عندنا دي. يبقى اول نوع عندنا ده طبعا بلان، وده اليفيجن زي ما احنا شايفين قصادنا، وبتتحرك طبعا على رولرز بالمنظر اللي احنا شايفينه قصادنا عشان تسهل حركه الايه؟ البوابات. يبقى بالتالي ده اول نوع موجود عندنا من انواع البوابات وهي الرولينج جيتس، وده نوع ليه استخدامات كبيره. طبعا من اشهر الامثله اللي اتعمل فيها النوع ده من البوابات هو الهويس الموجود في سد اسوان القديم. سد اسوان القديم، السد العالي ما اتعملش فيه هويس، لان طبعا الماكسيمم ووتر ليفل في السد العالي بيوصل لماكسيمم 182، والافريج ووتر ليفل في الداون ستريم حوالي 110 111 او كده في الرينج ده. ف 110 بال 182 فلو ان الفرق يزيد عن ال 60 متر تقريبا، ولا 110 لحاجه و70 متر كمان. انا قلت 60 متر بناء على المتوسط، طبعا 182 دي الماكسيمم، فقلنا لو قلنا متوسط حوالي 60 متر على سبيل المثال، يبقى معنى الكلام ده انا عايز انقل المركب من منسوب لمنسوب في فرق بينهم 60 متر. لو قسمت انت 60 متر دي على عماره الدور فيها 3 متر، يبقى معنى كده ان انا عايز انقل المركب من مستوى لمستوى كانه عماره تقريبا حوالي 20 دور، حوالي 20 دور. فلقوا ان العمليه دي مكلفه، فانتهت محطه قطر اسوان عند السد العالي عشان لو في حركه لبضايع او غيره تبدا انها ناخد من بحيره ناصر لندخل جوه مصر وهكذا. اما الهويس المعمول فهو في هويس سد اسوان القديم، اولد اسوان دام، اللي يعتبر مكانه بالظبط تقريبا ورا السد العالي بحوالي 7 كيلو، ورا السد العالي بحوالي 7 كيلو. زي ما احنا شايفين اولا هويس سد اسوان من نوع الستيب لوك، هويس مصطبي، واتعمل فيه البوابات من نوع رولينج جيت زي ما احنا شايفين اتعمل هنا. جروفز اهي. الجروفز دي اهي. الجروفز دي اتسع ان البوابات دي لما احب نقل مركب من الليفل ده للليفل ده اقدر ادخل البوابه الجيت دي بالكامل للجروف ده لحد ما يتساوى المنسوبين بعض، ابدا انقل المركب وهكذا. بعد ما كده عايز اعمل عمليه قفل البوابات، ابدا اطلعها من الجروف الموجود جواه وتبدا تعترض المجرى مره ثانيه. ده النوع اللي احنا بنسميه رولينج جيتس. من اشهر بقى الانواع اللي احنا بنشوفها في الاهوسه بتاعتنا هي المتر جيتس او البوابات المتسانده. يعني ايه البوابات المتسانده؟ يعني يتعمل زي ما احنا شايفين في الصوره قصادنا كده تو جيتس، كل بوابه منها احمال البريشر اللي جاي مثلا وليكن من ضغط الميه في الاتجاه دوت وليكن، او الاتجاه دوت، هيبقى جزء منه رايح للوول نفسها اللي احنا سميناها ثراست وول اللي هو حائط الضغط، وجزء من الاحمال رايح للبوابه الثانيه. والعكس صحيح، ان البوابه دي تنقل احمال الميه وليكن اللي جايه عليها الووتر بريشرز اللي جايه عليها، لجزء منها يروح للبوابه الموجوده هنا تانية، وجزء تاني يروح للثراست وول او حوائط الضغط الموجوده في الهويس الموجود عندنا ده. وطبعا دي صوره تانية زي ما احنا شايفين اهي بتبين شكل المتر جيتس، البوابات المتسانده. واضح هنا الهيدروليك ارم او الذراع الهيدروليك اللي بيبدا من خلاله افتح البوابات واقفلها. وبرضه واضح من الصوره فرق الكبير ما بين الاب ستريم والداون ستريم. الاب ستريم والداون ستريم. علشان كده بنخلي شكل ان البوابات، يعني لو كان حتى الهويس ده فاضي ايه اللي هيعرفني فين الاب ستريم والداون ستريم؟ ان شكل البوابات بياخد شكل الفريم، وانا بعمل شكل الفريم زي ما هو موجود في الصوره اللي فوق دي اهو،
علشان لما يكون في عندي هنا ضغوط جاي على الفريم يبقى مقاومتها اكبر والديفليكشن اهو لما يكون في عندي ضغوط جاي كده يبقى الفريم شيب الموجود عندنا بيقلل من الديفورميشن او الديفليكشن الموجود وبالتالي نقدر نقلل من السترينج اكشنز اللي ممكن تحصل نتيجه اللودز دي. فعلشان كده دايما اول ما تلاقي شكل البواد بالمنظر ده تعرف ان ده اتجاه الاب ستريم ودوت الداون ستريم، يبقى ده كده الاب ستريم وهنا كده هو ده الايه الداون ستريم. فدي البوابات زي ما قلنا المتري جيتس. من اشهر الانواع الثانيه اللي ممكن تبقى موجوده معانا في البوابات الاهوسه هو النوع اللي احنا بنسميها الفيرتيكال جيتس. ان البوابات لما عاوز افتح بوابات الهويس نبدا نطلعها فيرتيكال بالمنظر ده، عايز اقفلها ابدا انزلها، لكن طبعا بديهيا كده واضح ان الشرط اللي عندي ان لازم يكون الراسم السفلي لهذه البوابه اللي هو ده منسوبه يكون اعلى، يبقى الرسم السفلي ده اهو يبقى منسوبه اعلى من اعلى وحده ملاحيه ممكن تمر، يبقى منسوبه اعلى من اعلى وحده ملاحيه ممكن انها ايه تمر، تمام. ودي طبعا صوره للهويس دوت في الطبيعه اهو او للبوابات من النوع ده زي ما احنا شايفين. ادي الجيتس الفيرتيكال جيتس اهي، والجيتس دي هتبقى متعلقه في وايرز بالمنظر دوت اهي بحيث تطلعها وتنزلها. ولو زي ما احنا قلنا دي طبعا موجوده جنب سبيل واي لمنشا من المنشات الكبيره، فعشان نبدا نفتح البوابات او نقفلها هيبقى عن طريق الكيبلز الموجوده هنا الوايرز دي، ولازم زي ما قلت ان انا اتاكد ان منسوب الرسم السفلي للمركب دي زي ما هنشوف في الصوره اللي بعدها اهو، ان الرسم السفلي اللي هو ده الرسم السفلي اللي هو اسفل البوابه يكون اعلى من اعلى من اعلى وحده ملاحيه ممكن انها ايه تمر. النوع الثاني من انواع البوابات اللي احنا ممكن نتعامل معاها هي الراديال جيتس. الراديال جيتس اهي، وهي شبيهه بالراديال جيتس في القناطر، لكن طبعا دي حركتها ده في البلان بيبقى حركه الراديال جيتس في البلان يعني حركه افقيه، يبقى راديال جيتس لكن في المستوى الهوريزونتال. لكن البوابات كانت بوابات القناطر راديال جيتس كان مقصود بها كانت حركتها حركه في الاتجاه الفيرتيكال مش اتجاه هوريزونتال، يبقى برضو بنعمل بوابات على شكل ربع دايره وليكن بحيث يبقى الحركه بتاعتها حركه حوالين بيفوت او حوالين محور. لكن في حاله الاهوسه بتتعلق زي ما احنا شايفين البيفوت بتاعنا هو الموجود عندنا هنا اهو، البيفوت دي اهي بحيث تبقى متركب فيها البوابه تبقى الحركه حوالين المحور بسلاسل ميكانيكيه ضخمه تقدر تنقل البوابه دي وتحركها زي ما احنا شايفين. النوع الاخير من انواع البوابات الموجوده عندنا هي بنسميها الفولينج جيتس او البوابات المتساقطه، يعني البوابه دي يتعمل لها زي جروف في الفرش بيسموه مانيوم كده في الفرش، بحيث لما احتاج ان انا افتح البوابه يبقى ده اتجاه الحركه سواء كان اللي انا هنزل البوابه او هفتحها الناحيه الثانيه، يبقى عن طريق ان انا البوابه دي تتحرك حركه للفرش بالمنظر دوت كده، يبقى ده الاب ستريم زي ما احنا شايفين، ده الاب ستريم موتر ليفل وده الداون ستريم موتر ليفل، يبقى حركه البوابه هتبقى في اتجاه اللي احنا شايفينه قصادنا دوت اهو، سواء كان افتح البوابه او انزلها، بحيث لما البوابه تبقى مفتوحه تماما بقت موجوده جوه الجروف ده، فبالتالي البوابات او المراكب هتبدا تتحرك من غير اي عائق موجود عندنا او هيواجهها في دخولها او خروجها من الهويس او دخولها للايه؟ للهويس الموجود عندنا ده. ده كده كان عرض ليه النهارده، اتكلمنا عن انواع الاهوسه واستخدام الهويس وعمليه اللوكج او عمليه الهويس بتتم ازاي، وازاي بنقل وحدات ملاحيه سواء كان لليفلز او لليفتس اقل من 12 متر او اكبر من 12 متر بحيث انا في النهايه اقدر انقل المراكب من غير ما تحصل مشكله نتيجه وجود الامطره او الهوي او السد او البير او غيره. واتكلمنا عن الجيتس وانواعها، واتكلمنا عن الاليمنتس اوف لوك زي الجايد وول او الجايد او اللاندنج وول او الثراست وولز او غيرها. وان شاء الله في المحاضره الجايه هنبدا نتكلم عن عمليه الديزاين او التصميم للاليمنتس المختلفه للهويس. اتمنى يكون ان شاء الله الدرس بسيط واستفدنا منه معلومات كويسه ان شاء الله، ومع يعني خالص تمنياتي لكم التوفيق
واتمنى لكم كل خير ان شاء الله. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.